كنت هزعل لو ما جيتيش. انت زي ده، انا موجوده، كلنا موجودين من الصبح عشان نطمن عليك. بجد؟ اه. وايه اللي حصل لك بالظبط؟ انا قصدي الحادثه، ايه اللي حصل؟ الحادثه؟ لا مفيش، انا كنت متعصب بس ودمي محروق، شربت كاسين. وانت بقى اي حاجة تعصبك او تحرق دمك تعمل في نفسك كده؟ اي حاجة؟ الحمد لله طمنت عليك، انت كويس. مبسوطة؟ مستنيك تجاوب على السؤال ده من امبارح. عايز تاكل حاجة أو أجيب لك حاجة تشربها؟ الخاتم اللي في ايد كمالية أنا كنت جايبه لك أنت. مش عايز أجيب لك أي حاجة؟ عايز أعرف ليه؟ أنا مش إنسان وحش، ولا كنت مقرر ألخبط لك حياتك، ولا اخترت ده أصلا. أنا بس ما اخترتش الناس، كنت لما لقيت نفسي بحب أقابلك، بحب أقعد معاكي، بحب أتكلم معاكي حتى لو مش لاقي كلام أقوله، بحب معاكي كل المشاعر اللي قربت أنساها. فاهمة؟ بحبك يعني. مش عارفة كاميليا شكلها مشيت ولا ايه؟ ايه اللي يخلي انسان يعذب ناس ويعذب نفسه عشان خاطر حتى مش عارف ياخد قرار؟ طيب انا همشي. انا بتعذب عشان انت مش قادرة تاخدي موقف قدام نفسك. أنا مش عارفة أعمل كده بجد، عايزة أمشي. اتكلمي، مش عارفة تتكلمي ليه؟ اتكلمي، طلعي اللي جواكي. طيب أنا كمان بتتعذبي؟ بتعذب. مبسوط؟ المشكلة انك فاكر انك كويس. انت مش بني ادم كويس، انت وحش وانا كمان وحشة. عشان معرفتش تفضل ساكت. معرفتش تفضل ساكت ليه؟ احنا ساكتين من زمان. ليه تبوظ كل حاجة؟ عايز تعرف أنا بتعذب ليه؟ أنا بحبك.